إيهاب سريعاً عن هذه الشراكات، ما مدى انعكاسها على أداء القطاع التكنولوجي سواء في البورصة الأمريكية؟ هل هي بالضخامة التي تؤثر من خلالها على سهم مايكروسوفت مثلاً؟ وما التأثير على البورصات الإماراتية دبي وأبو ظبي؟ ضيفك الكريم، طبعا كانت اعلان مايكروسوفت عن الشراكه اللي هتعملها مع جي 42 ده كان حاجه متوقعه، لان كان في تعاون سابق بين الشركتين على مدى اكثر من سنه في عده مجالات. وطبعا المبلغ اللي هو المليار ونص دولار ده لم يتم الاعلان بالضبط النسبه اللي هتتملكها او هتاخدها مايكروسوفت في جي 42، ما لم يتم الإفصاح حتى الآن على النسبة، ولكن تم الإفصاح أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت حيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة في شي 42. الإنعكاس على الأسواق، طبعا المليار ونص دولار بالنسبة لمايكروسوفت ده مبلغ مش كبير، مبلغ صغير جدا بضخامة رأس مال مايكروسوفت اللي تعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية. إنما طبعا بالنسبة لجي 42 نحن عارفين إن إحنا في الإمارات موجود لها أكثر من شركة مسجلة ومقيدة في بورصة أبو ظبي للأوراق المالية، وانعكس بالفعل. يعني إحنا بنقول إن تم الإعلان عن الصفقة دي منذ عدة أيام، ومن وقت ما تم الإعلان عنها انعكس الصفقة والأخبار اللي تنم على الصفقة على سعر الأسهم في ارتفاعات ملحوظة حصلت على الأسهم في بورصة أبو ظبي، لان كان في يعني نقدر نقول احتماليه ان يبقى في تعاون اكبر في المستقبل، لان في اختبار للجوده للذكاء الاصطناعي، واللي هيتم فيه خلال الفتره القادمه من تعاون كبير جدا هيحصل في المجالات اللي بتركز عليها جي 42، خاصه المجال الصحي ومجال التصنيع ومجال المدن الذكيه.